فهم يقرون أنه هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت الرازق المدبر سبحانه وتعالى، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي يدبر الأمر، هو الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. طيب بعدين صاروا مسلمين؟ لا، ما صاروا مسلمين، لأنهم لم يقروا بتوحيد إلهية الله تبارك وتعالى.